لقد ألقى السيد أردوغان خطابا عن إعطاء حقوق المرأة وقال: لا يمكنك أن تجعل المرأة والرجل في وضع متساو، فهذا ضد الخليقة. في الحياة العملية لا يمكنك أن تضع الرجل والمرأة في نفس الظروف، فأنت لا تستطيع أن تلقي بالحمل الخاص بالرجل على المرأة. هكذا كان الوضع في أنظمة الحكم الشيوعية. الرجال والنساء ليسوا متساوين، ولكنهم متكافئون، ويجب علينا التأكيد على العدالة، كما أنه لا يمكنك أن ترتكب أعمال العنف تجاه النساء، وإذا كبروا في العمر وهم معك، لا يمكنك حتى أن تنفخ في وجوههن. هذه هي قيمنا. لقد أعطى ديننا السلطة للمرأة، سلطة الأمومة. لقد اعتدت أن أقبل قدم أمي وأنا أقول: هنا أجد رائحة الجنة. إنه خطاب جميل جدا، هذا صحيح. فإذا قامت النساء بالأعمال الشاقة سيكون هذا ظلمة، فهو ضد الخليقة. لقد تكلمنا عن ذلك مرات عدة من قبل. هذا هو منظور الإسلام، هذه هي قوة الضمير. يقول: إنهم ليسوا متساوين لكنهم متكافئون. يقول: إنهم ليسوا متساوين ولكنهم متكافئون. الآن ومن هذا المنطلق فالنساء متفوقات أكثر وأكثر، فهن متفوقات في العاطفة والرحمة والتنظيف وفي دقة المواعيد والتفكير وفي الدقة في التفاصيل، لذا فهم ليسوا متساوين. يجب أن يحظين بحقوق أكثر، ويجب أن تلغى أفضلية الرجال. على سبيل المثال، يجب أن يكون هناك نساء أكثر في البرلمان، ويجب أن تعمل النساء في المهمات الخفيفة، بينما يجب أن يقوم الرجال بالأعمال الشاقة، لأن أجسامهم ملائمة لذلك. لذلك فنحن يجب أن نعطي الأولوية للنساء، وبهذه الطريقة فهم ليسوا متساوين. يجب أن يحظى النساء بحقوق أكثر، يجب أن يحظين بامتيازات أكثر، يجب أن يكن متفوقات من ناحية الامتيازات. عندما نقول بأنهم ليسوا متساوين قد يساء الفهم، فقد يفهم الأمر بطريقتين: الأولى بمعنى أن الرجال متفوقون على النساء، وهو المفهوم السائد في أوروبا، الأمر مفهوم بالطريقة المخالفة. إذن فتفوق النساء يجب أن يكون شيئا مقبولا، يجب أن يكون مقبولا أن الرجال والنساء ليسوا متساوين، فالنساء هن المتفوقات، إنهن متفوقات في العاطفة والرحمة والحب والأدب وكل شيء، والمدن تنشأ من أجل النساء، فتفوق النساء إذن يجب أن يكون شيئا مؤكدا، ولأن النساء أكثر نظافة وأكثر رحمة وأكثر عاطفة وأكثر لباقة، ولأنهن يفكرن في التفاصيل أكثر، فهن يملن أكثر إلى جانب الجماليات، وهن فنانات أكثر. أليست هذه حقيقة؟ بلى، لا يوجد ما ننكره، فهذه حقيقة علمية ويجب أن تكون مفهومة بوضوح. على سبيل المثال، يجب أن يتم قبول النساء في الأشغال أولا، فمثلا يجب أن يكن أول من يقبلن في البرلمان، ولا يجب أن يتم إعطاؤهن الأعمال الشاقة. يجب أن يكون تفوقهن شيئا مقبولا، بينما يجب أن تزال مساواتهن. هذا مهم جدا، وبموجب الطبيعة والجمال وبقوة الأخلاق الحميدة يجب أن نعطي الأفضلية للنساء، تماما مثل ما نعطي الأفضلية للأمهات، وبطريقة إيجابية. وعلى سبيل المثال، فعند الأجانب عندما تقوم المرأة بالخروج من السيارة يقوم الرجل أولا بالنزول ويفتح لها الباب ويمسك بيدها ويساعدها على النزول. هذا يظهر أفضليتها، هذا يظهر أفضليتها. مثلا عندما تدخل امرأة إلى الغرفة يقوم الآخرون بالوقوف لها، وهذا يظهر أفضليتها. وفي كل مكان فإننا يجب أن نظهر أفضلية النساء، وأفضليتهن هي جمال وتمدن،
هذه هي الأخلاق، هذه هي أفضلية الأخلاق، هذا هو الجمال، هذا هو ما يجب عمله، وهو جل المسألة.